شأن الكرام، أهلا بكم في الجزء الثاني من البرنامج. نتوقف فيه مع ضيفينا عند أبرز ملامح أولويات الحكومة العمالية التي جاءت في خطاب الملك تشارلز الثالث في انطلاق الدورة الجديدة للبرلمان. لمناقشة هذا الموضوع يسعدنا كثيرا أن يكون معنا من لندن الدكتور محمد المزحجي، وهو كاتب ومحلل سياسي. أهلا وسهلا بك دكتور معنا. كما يسعدنا كثيرا أن يكون معنا من لندن الدكتور عادل الحامدي، وهو كاتب ومحلل سياسي. أهلا وسهلا بك دكتور الحامدي معنا. أبدأ معكم دكتور المزحجي، ما أهمية هذا الخطاب أولا، هل هو خريطة الطريق الحقيقية لعمل الحكومة البريطانية العمالية هذه المرة؟ في البداية تحياتي لحضرتك والضيف العزيز والسادة المشاهدين الأفاضل. طبعا الخطاب كان متوقعا نظرا لتوجهات الملك السابقة التي تدعم بشكل وآخر التيار اليساري، وكذلك دعمه لأجندة المناخ، والتي خصص جزء من كلامه لهذه الأجندة، وكذلك دعم توجهات حزب العمال فيما يتعلق في كيفية إدارة البلاد، وهي تتطابق بشكل وآخر مع توجهات الملك نفسه. وأيضا النقطة الملفتة كانت في التقارب مع الدول الأوروبية، ونعلم أن حزب العمال هو من أشد معارضي عملية بريكسيت، انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. والملك تشارلز أول ما فعله بعد اعتلاءه العرش ذهب إلى ألمانيا زعيمة الاتحاد الأوروبي وبعدها فرنسا، وحاول أن يرسل هذه الرسالة بأن خلال فترة توليه العرش بريطانيا ستتقارب من الاتحاد الأوروبي. طيب سنعود لهذه النقطة، لأن تحدي كبير يتعلق بإعادة التوازن في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. قبل ذلك أريد أن أركز على النقاط الأربع التي ميزت خريطة الطريق هذه. دكتور الحامدي، عندما نتحدث اليوم عن الرعاية الاجتماعية ونرى هذا الاهتمام الكبير بها، لهذا الحد هذا الموضوع شائك، ملف حارق، لماذا يبدو أن هناك تذمر أو لنقول عدم رضا عن أداء هذا الملف في بريطانيا؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، وتوجيه التحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك المحترمين. نحن بالتأكيد أمام حدث سياسي مهم للغاية هنا في المملكة المتحدة، وهو حدث أعتقد بأنه يعني كذلك عدد من الدول ذات الصلة بالعلاقة مع المملكة المتحدة. كان أداء الملك تشارلز الثالث اليوم، وهي المرة الثانية التي يخطب فيها أمام المجلس العموم البريطاني، كانت الأولى عندما كان مكلفا من قبل الملكة وكان وقتها وليا للعهد، وكانت الملكة قد منعها عن الخطاب لمجلس العموم عارض صحي. اليوم يتكلم إلى المجلس العموم وإلى البريطانيين بصفته الملك أو الشخص رقم واحد في المملكة المتحدة. كانت قراءته لبيان الحكومة أو لمشروع الحكومة كانت قراءة روتينية للغاية، وكان محافظا على جزء من حياده كملك للبلاد، رغم أنه أبرز الخطوط العريضة لمخطط أو لخطة حكومة العمال التي تحوز على الأغلبية في انتخابات الرابع من تموز يوليو الجاري. كانت النقاط الأربع الأساسية التي أعلنتها حكومة حزب العمال على لسان الملك تشارلز اليوم تتصل بالملفات الحارقة، وتحديدا الملف الاقتصادي، ثم الملف الصحي، ملف السكن، الملف الاجتماعي، وكذلك أيضا السياسة الخارجية فيما يتصل بالهجرة وفيما يتصل بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبي وفيما يتصل أيضا بالموقف من الحرب الروسية على أوكرانيا والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كانت الخطوط العريضة لحزب العمال. سنعود إذا تفضلت الدكتور الحامدي إلى تحليل كل هذه النقاط لأنها مهمة جدا. لذلك أنا سألتك عن الرعاية الاجتماعية، ما هي المقاربة التي يتبناها حزب العمال في الاستجابة لمطالب البريطانيين في هذه النقطة التي يبدو أنه ليس هناك رضا بشأن تدبير هذا الملف؟
نحن نتحدث الآن عن أفق توقع يترقبه البريطانيون هنا بشكل كبير للغاية، حيث أنهم يعانون أزمة اقتصادية كبرى فيما يتصل بالرعاية الاجتماعية وتحديدا المسألة الصحية وحتى الملف التعليمي. بعض المقاربات الاقتصادية عبر عنها حزب العمال أنه يستعد لتقديم حلول ناجعة وربما مبادرات لمواجهة مسألة الفقر، فقر الأطفال، ومسألة الرعاية الاجتماعية أي الدعم الاجتماعي، حيث أنه يستعد للزيادة في بعض المساعدات الاجتماعية، ويستعد كذلك إلى تعديل فيما يتصل بالمرافق الرئيسية، فيما يتصل بالملف النقل، فيما يتصل بملف الإسكان، فيما يتصل بملف الإيجار، فيما يتصل بالتعليم، فيما يتصل بالصحة. كل هذه الملفات يعتزم حزب العمال البدء في مراجعة جدية وشاملة، لكن ليس بالمستوى المتوقع، بمعنى أن الخطة المقترحة الآن ليست واضحة بالكامل لصالح البريطانيين، وليس معلوما من أين سيأتي حزب العمال بالأموال اللازمة لمواجهة مسألتي البطالة مثلا، ومسألة الدعم الاجتماعي، ومسألة الرعاية الصحية، خاصة وأن إرث المحافظين كان ثقيلا كذلك في هذه المسألة. نتذكر ما أثره تخفيض الضرائب، وكيف قالوا إن هنا ليس هناك غلاف مالي كافي لتغطية الضرائب التي تم خفض مبالغها. دكتور المدحجي، أريد أن أركز على مسألة السكن. نعرف أن السكن هو موضوع كذلك شائك جدا في بريطانيا، يقولون إن الأسعار مرتفعة جدا، يكاد يكون شراء منزل فعلا مستحيلا في بريطانيا، الإيجار كذلك غالي جدا. هل هناك تصور واضح للعمال من أجل الاستجابة لمطالب البريطانيين كذلك في هذه المسألة؟ الحقيقة لا توجد أي حلول حقيقية يمكن التعامل مع مشكلة السكن في بريطانيا. كما أشرتي، الأسعار مرتفعة للغاية، الإيجار أيضا، أسعار الإيجار مرتفعة جدا، حيث لا يمكن للمواطن أن يوفر مسكن يعني متواضع لنفسه في هذه الظروف، والرواتب وكذلك نسبة الضرائب العالية التي يدفعها المواطن جدا، هذه النسبة يعني لراتب عادي في بريطانيا المواطن يدفع ما يقارب 25% في أدنى تقدير من راتبه للضرائب، هناك 20% ضريبة على كل ما يشتريه في الأسواق. يعني في الواقع المواطن في بريطانيا أقل شيء يدفع 50% من راتبه للضرائب، هذه غير الضرائب الأخرى، ضرائب البلدية. التضخم هو أيضا نوع ضريبة يعتبر التي تعلن عنه الحكومة بشكل سنوي، التضخم أيضا جزء من هذه الضرائب. الحكومة ترفع أسعار الخدمات مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسواق. يعني وضع السكن في بريطانيا أيضا هناك مشكلة أخرى تتعلق بالمستثمرين الذين يجلبون الأموال من خارج البلاد ويشترون المساكن كاستثمار المنازل والبيوت في بريطانيا، خاصة من الصين. هناك عدد كبير من المستثمرين الصينيين يستثمرون في قطاع السكن في بريطانيا ويشترون عدد كبير من المساكن والبيوت هنا، مما أدى إلى ارتفاع غير متوقع في الأسعار. فكل هذه الأمور متشابكة، يعني سوء إدارة ملف التأمين الصحي والصحة في بريطانيا، وأيضا الفساد في هذا القطاع أيضا مستشري في نفس الشيء في قطاع السكن. وأنا لا أرى أن حزب العمال أساسا قادر على حل هذه المشكلات. خلال فترة حكم حزب العمال السابقة التي دامت ما يقارب 15 عاما، الوضع الاقتصادي تدهور بشكل كبير في بريطانيا، وحزب العمال يشتهر بسوء أدائه الاقتصادي والذي يؤدي إلى تدمير الاقتصاد، وعلى
الآن نحن على أبواب نقطة أخرى من ما طرحها الملك، أجندة المناخ. أجندة المناخ ستزيد من كلفة الإنتاج، الطاقة ستصبح غالية في البلاد. بريطانيا لديها طاقة النفط والغاز، الآن وفق هذه الأجندة لا يمكن استحصال النفط والغاز، مما يعني أن الطاقة المرتفعة أساسا في بريطانيا سترتفع أكثر وستزيد من كلفة الإنتاج وتقلص من القوة التنافسية للبضائع البريطانية في المنافسة مع الجانب الأوروبي. سنعود إلى الاقتصاد إذا تفضل دكتور مدحجي لاحقا. دكتور عادل حميدي، فيما يتعلق بتمويل الجامعات والرسوم الغالية جدا وارتفاع القروض كذلك، هل هناك أجوبة كذلك لهذه الأسئلة التي يطرحها المواطن البريطاني؟ ربما لدي فقط إضافة فيما يتصل بموضوع مشروع السكن. الحكومة حزب العمال تعتزم بناء أو الذهاب ببناء ما يقارب 35,000 قرابة 300,000 بيت سكني في السنة. هناك معارضة فقط من بعض الدعوات أو من بعض، ولكن العدد قليل جدا أليس كذلك دكتور؟ هو عدد قليل، لكن مع أنه عدد قليل هناك معارضة أيضا من المنظمات المدافعة عن المناخ، والتي تعتبر بأن التوسع في المعمار يمكن أن يضر بالبيئة وبالمناخ، وبالتالي فإن هناك أيضا صعوبات من ناحية إقناع هذه المنظمات ومن ناحية الحصول على موافقة البرلمان وحتى باقي القوى السياسية داخل البرلمان. فيما يتصل بموضوع التعليم، هناك مقاربة لدى حزب العمال، وهي مقاربة أعتقد بأنها تحاول أن تختال إذا جاز التعبير على الأوضاع الحالية، وتحاول أن تفاوض الجامعات تحديدا، وفيما إذا كان بالإمكان إعادة تدوير السنوات الجامعية وبرامج التعليم وتحويلها إلى كورسات مثلا وإلى دورات قليلة العدد وقليلة الزمن، وربما ذلك يجعل من إمكانية مضاعفة الحسابات أو مضاعفة المحاصيل من الضرائب المفروضة أو الأسعار المفروضة على التعليم للطلاب ربما أكثر من ذلك من ما هو موجود حاليا، وإن كانت بعض الجامعات ترفض إذن هذه الخطة. هناك صعوبات كبيرة تعترض حزب العمال، ويعتقد كثير هنا من المتابعين للسياسة البريطانية بأن ربما هذه الأغلبية التي حصل عليها حزب العمال 411 مقعد من أصل 150 هي مجموعة أعضاء مجلس العموم البريطاني، إنما كانت بسبب اليأس والإحباط الذي أصاب الناس على مدار 15 عام الماضي التي حكم فيها المحافظون، وهنالك آمال كبيرة على حزب العمال لمواجهة هذه التحديات، وهي آمال قد تصطدم بالواقع وربما تدفع حزب العمال إلى دفع تكاليف سياسية باهظة قد لا تسمح له بأن يتمم عهدته النيابية حتى. طيب الفقر دكتور مدحجي، أشرت إلى هذه النقطة في تدخل سابق، أن الكثير من البريطانيين اليوم يقولوا إنهم أصبحوا فقراء، إنهم لا يستطيعون العيش بكرامة. أما الخطط التنموية المطروحة اليوم، هل هي قابلة للتنفيذ؟ الحقيقة أنا لا أرى أنها قابلة للتنفيذ بسبب وجود أو عدم وجود السيولة الكافية لدى الحكومة البريطانية ولدى بريطانيا بشكل عام كسلطة. كانت تحاول بريطانيا خلال فترة حكم المحافظين لعقد صفقة استراتيجية مع الولايات المتحدة وعن المملكة العربية السعودية لتجلب بعض الأموال، لكن هاتان المعاهدتان لم تتحققا حتى اللحظة، وأنا لا أرى أن حزب العمال قادر على تحقيق مثل هذا الإنجاز بسبب سياساته وأجندته التي ينفذها في العالم اليسار العالمي ضد المملكة العربية السعودية تحت غطاء ما يسمى بحقوق الإنسان ومثل هذه الدعاية، وكذلك رفض إدارة بايدن المحتملة للتعامل مع حزب العمال وانتقاداته الحادة لحزب العمال. أنا أرى أن بريطانيا ستكون في ورطة خلال فترة حكم حزب العمال للحصول على الأموال.
قال الرهان على أوروبا أيضا لن يجلب شيئا لبريطانيا، لأن الاتحاد الأوروبي بشكل عام غارق في أزمات مالية، خاصة فرنسا. إن لم تساعدها ألمانيا اقتصاد فرنسا سينهار، وبريطانيا ستتبع فرنسا في الانهيار الاقتصادي، خاصة إن تم التطرق لفقاعة الديون وكذلك الأرصدة والأصول. إن لم تساعد البنوك المركزية الحكومات في فرنسا وفي البرتغال وفي بريطانيا، سنشهد أزمة كبيرة في هذه الدول، وبريطانيا لن تسلم منها. طيب كيف هو الوضع الاقتصادي اليوم دكتور الحامدي؟ أبرز المؤشرات وإن الخلل اليوم، قالوا إن بريطانيا ستكون أفضل عندما تخرج من الاتحاد الأوروبي، ويبدو أن الأمر ليس كذلك. 8 سنوات وما زال البريطانيون يعانون داخليا، وهناك تراجع كذلك على مستوى أدائها في السياسة الخارجية. علينا أن نتذكر بأن بريطانيا ليست جزيرة معزولة، وأنها جزء من الوضع العالمي. الاقتصاد البريطاني لم يعاني فقط من الخروج من الاتحاد الأوروبي ومن تبعات هذه الخطوة التي كانت مكلفة للاقتصاد البريطاني، وإنما عانى كذلك من مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى هي كوفيد وما تركه على الاقتصاد العالمي عامة والاقتصاد البريطاني على وجه الدقة والتحديد، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية وانخراط المملكة المتحدة في دعم أوكرانيا ضد روسيا، وأيضا الانقياد إذا جاز التعبير الأعمى أو التبعية العمياء للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن دكتور حميدي، الكثير من الدول كانت عانت من كورونا، ولكن كان اقتصادها صامدا نوعا ما، ثم بدأت مرحلة التعافي ولو تدريجيا من كوفيد وتبعاته الاقتصادي. لماذا الاقتصاد البريطاني لا يبدو مرنا في التعامل مع أزمات عالمية كهذه، خاصة ونحن نتحدث عن دولة قوية ولها تاريخ عريق في التعامل مع الأزمات؟ دولة قوية بأتم معنى الكلمة، نحن نتحدث عن دولة قوية في الماضي وليس في الحاضر. في الماضي كانت، أنا قلت لها تاريخ في التعامل مع الأزمات الحارقة. لا نعم نعم، تمتلك بريطانيا ربما المرونة اللازمة في التعامل مع هذه الأزمات ومع التحولات الدولية، ولذلك لاحظنا بأنها تمكنت من تجاوز العديد من المطبات الاقتصادية على المستوى الوطني، وتجاوزت ربما مخاوف من سقوط وتهاوي الاقتصاد البريطاني، حتى أننا لاحظنا أن بعض القطاعات كادت تتهاوى بشكل كبير للغاية. القطاع الصحي ربما وصل إلى حد الإفلاس، قطاع التعليم، قطاع النقل كذلك، ومجموعة من القطاعات الأخرى، حتى أننا الآن أصبحنا نتحدث عن 4 ملايين طفل تحت خط الفقر، 1 مليون منهم يحتاجون إلى مساعدات ربما عاجلة، وهم يعيشون على ما يسمى ببنك الغذاء هنا، أي يعيشون على العطايا اليومية ويتناولون العطايا اليومية. بمعنى أن هذه مظاهر غريبة عن الاقتصاد البريطاني، لكن فرضتها السياسات الحمقاء التي تبعتها حكومة المحافظين والشعبوية التي أتى بها جونسون، والتي أتى بها المحافظون والذين روجوا إلى أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيمكن البريطانيين من التخلص من أعباء الهجرة والأوروبيين، لكن هذا الخروج لم يمكنهم لا من التخلص من أعباء المهاجرين ولا أيضا من علاج الملفات الاقتصادية الداخلية، وعلى رأسها ملف التنمية الداخلية ومعالجة ملف البطالة الداخلية ومعالجة أيضا الخصاص الذي تركه خروج بريطانيا الاتحاد الأوروبي في قطاعي الصحة والتعليم. طيب دكتور مدحجي، يذكر ضيفنا الكريم دكتور الحامدي مسألة الهجرة، ماذا بعد إلغاء قانون رواندا؟ هذا ربما الميل نحو الانفتاح على الآخر، هل سنتخيل أنه سيسحب كذلك على تدبير ملف الهجرة؟ هل ستكون هناك نظرة مغايرة؟ كانت هناك وعود انتخابية، إلى أي مدى حزب العمال قادر على الوفاء بوعوده؟
الحقيقة أنا لا أرى أن حزب العمال أصلا جاد في تنفيذ أي موضوع يتعلق بوعوده في الهجرة. أساسا اليسار العالمي يدعم هذا الملف على كل صعيد في كل أوروبا، في بريطانيا، في الولايات المتحدة، وهذا جزء من أجندة اليسار العالمي، والحزب العمال جزء من هذا التيار العالمي ويتبع هذه الأجندة. وأنا لا أرى أنه قادر على أن يفعل شيئا في هذا الجانب. وفيما يتعلق بأوروبا، هذا أيضا جزء من محاولات حزب العمال والملك تشارلز لاسترضاء ألمانيا والاتحاد الأوروبي للحصول على التعامل أكبر، لكنه لن يجذب نفعا هذا على بريطانيا، لأن الاتحاد الأوروبي يعاني من أزمات كثيرة وغارق في أزمة اقتصادية أساسا ولم يخرج منها، خاصة بسبب حرب أوكرانيا. وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو كان بسبب رؤية بريطانيا بأن الاتحاد الأوروبي سيغرق في أزمات اقتصادية، ونحن نرى الآن هذه الأزمات تطرق أبواب عدة دول في الاتحاد الأوروبي: فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال. يعني ألمانيا غير قادرة على الدفع لكل هذه الدول لتقليص وطأة هذه الأزمات الاقتصادية التي تلوح في الأفق. وبريطانيا إن حاولت أن تقترب من الاتحاد الأوروبي ستغرق بنفس الوحل الذي يغرق فيه الاتحاد الأوروبي تدريجيا. طيب دكتور الحامدي، إعادة بناء هذه العلاقات هل هي أولوية اليوم مع الاتحاد الأوروبي؟ هل ترى بريطانيا أنها ستستفيد شيئا ما من العودة أو التفكير في العودة مثلا؟ طبعا أنت تتحدثين عن قمة غدا سوف تجمع هنا في المملكة المتحدة ممثلي للاتحاد الأوروبي مع حكومة المملكة المتحدة، وسيبحثون أفق التعاون بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. هنالك مجموعة من الخطط التي تعرضها حكومة حزب العمال وتقترحها بريطانيا على الاتحاد الأوروبي فيما يتصل بالعلاقات الاقتصادية وفيما يتصل أيضا بالموقف من الهجرة. ليس صحيحا بأن حكومة حزب العمال أو أن اليسار البريطاني واليسار العالمي ليس له حاضنة شعبية ولا حاضنة اقتصادية ولا حاضنة سياسية. الحاضنة السياسية والشعبية والاقتصادية لليسار البريطاني واليسار الأوروبي موجودة، والدليل على ذلك هو هذا التصويت غير المسبوق لحزب العمال والذي منحه هذه الأغلبية الكبيرة في مجلس العموم البريطاني، والذي أهله إلى أن يحكم المملكة المتحدة بمفرده وبهذه الأغلبية. وأعتقد بأن حزب العمال الذي بدأ الآن في إرسال كثير من الرسائل إلى القوى الدولية وعلى رأسها مثلا، حتى نأخذ بعين الاعتبار رسالة الموجهة إلى اليهود وإلى إسرائيل والحديث عن بناء نصر تذكاري للمحرقة قبالة مجلس العموم البريطاني، والزيارة أداها وزير الخارجية البريطاني إلى إسرائيل، وتراجع حكومة المملكة المتحدة عن سحب الموقف من المحكمة الجنائية الدولية أو من مذكرة التوقيف التي تتصل بنتنياهو ووزير دفاعه. كل هذه أعتقد بأنها رسائل لحكومة حزب العمال والتعبير عن حسن نية من حزب العمال ومد يد للمملكة المتحدة، للولايات المتحدة ولألمانيا ولباقي الدول الأوروبية، في أن بريطانيا ربما تمثل دافعا ومساعدا أساسيا في حل أو في دعم إسرائيل في مواجهة المقاومة الفلسطينية وفي مواجهة محاولة إنهاء الاحتلال في فلسطين، وأن بريطانيا تشكل ربما عنصرا أساسيا وفاعلا ليس فقط في مسألة الشرق الأوسط وإنما أيضا في ملف المهاجرين، وهي تبحث عن حلول مشتركة مع باقي الدول الأوروبية، والحديث الآن عن خطة أمنية وعن التعامل مع المهاجرين باعتباره مسألة مكافحة الإرهاب، والتعامل مع الحكومة الفرنسية تحديدا في هذا الملف على هذا الأساس. كل ذلك يجعل من إمكانيات ومن ملفات وأوراق الاعتماد البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي أوراقا كبيرة ومعتمدة. علينا أن نتذكر أيضا بأن بريطانيا حليف أساسي للولايات المتحدة الأمريكية، وهي ذات صلة بباقي الدول الأوروبية، ولا أعتقد بأن الاتحاد الأوروبي على الرغم من موقفه السلبي إزاء انسحاب بريطانيا
منه، إلا أن الاتحاد الأوروبي ما زال حريصا على علاقات إيجابية وربما علاقات اقتصادية وطيدة مع المملكة المتحدة لما في ذلك من منافع مشتركة بين بريطانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي. دكتور مدحجي، هناك اليوم رأي يقول إن السياسة الخارجية لبريطانيا تراجعت كثيرا على الأقل في الملفات الحارقة للشرق الأوسط. في تاريخ القضية الفلسطينية بريطانيا كانت حاضرة في أكثر من محطة حاسمة في تاريخها، اليوم لا نرى أن هناك تأثير كبير للموقف البريطاني في اتخاذ القرار الدولي فيما يتعلق أزمة الشرق الأوسط. الحقيقة لا يزال أنا لا أرى أن بريطانيا قادرة على استعادة ذلك الدور التاريخي وتأثيرها التاريخي على ملفات الشرق الأوسط بسبب ظهور لاعبين جدد في منطقة الشرق الأوسط مثل الصين مثل روسيا، وحتى الولايات المتحدة تعتبر لاعب جديد مقارنة ببريطانيا التي وضعت معاهدة سايكس بيكو بالتعاون مع فرنسا وخططت وحددت خارطة منطقة الشرق الأوسط غرب آسيا وشمال أفريقيا. فهذه الأمور لا أرى أنها ستنعكس إيجابا على الحكومة البريطانية وتساعد الحكومة البريطانية كثيرا. وأنا أسلفت في حديثي في أجندة اليسار التي تواجه المملكة العربية السعودية والدول العربية بشكل عام من خلال ملف ما يسمى بحقوق الإنسان والتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول. أنا لا أرى أن حزب العمال سيكون بعيدا عن هذا الملف، وخاصة أن بريطانيا تحتضن العديد من هذه الجماعات التي تعارض دول المنطقة والجماعات الإسلاموية في بريطانيا، فهذه المشكلة ستبقى. وأن حزب العمال لديه علاقات جيدة مع هذه الجماعات خاصة الجماعات الإسلاموية في بريطانيا، فمن هذه النقطة أنا لا أرى أن بريطانيا قادرة أن تؤثر كثيرا على هذا الملف وتستعيد مكانتها السابقة. دكتور الحميد، بقي دقيقتين فقط، أريد أن أختم بالموقف البريطاني مما يجري كذلك في أوكرانيا وأداء الناتو كذلك في هذا الملف. يقال أن بريطانيا ليس لها كلمة مسموعة، كيف يبدو لك الأمر؟ ليس الأمر كذلك بالتأكيد، ولذلك تحرص الولايات المتحدة الأمريكية على استشارة المملكة المتحدة، ولذلك كانت الزيارة أداها ستارمر إلى ومشاركته في الناتو ولقائه بالرئيس الأمريكي وبالإدارة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية. وليس صحيحا كذلك بأن حزب العمال له علاقة بالحركات الإسلاموية، بدليل أن القواعد الإسلامية هنا أو المسلمون أو الأقلية المسلمة هنا في بريطانيا لم تصوت لحزب العمال بالنظر إلى موقفه السلبي من القضية الفلسطينية ومن الحرب المدمرة ضد قطاع غزة، وإنما صوتت لحزب الخضر ولمستقلين. وهنالك بون شاسع وربما خلافات عميقة بين قيادات حزب العمال وبين ما تبقى إذا جاز التعبير من القيادات الإسلامية الموجودة في بريطانيا، علما بأن القيادات الإسلامية الموجودة في بريطانيا كلها أو أغلبها الآن موجود في الدول العربية، وربما يعيش بعضهم يعيش في السجون وبعضهم يعيش في المناصب الحكومية كأعضاء في حكومات في الدول العربية. وبالتالي أعتقد بأن بريطانيا الآن مع حزب العمال ومع هذه المراجعة النقدية التي قدمها البريطانيون لتجاربهم السياسية ونقدهم للمحافظين وتجارب المحافظين ولليمين هنا في المملكة المتحدة، أعتقد بأنهم يقدمون الآن ورقة جديدة ويدا ممدودة ليس فقط للعالم العربي وإنما أيضا للعالم الغربي وأيضا لتصحيح أخطاء الماضي. دكتور عادل حامدي، فقط نقطة واحدة، ولقد لاحظنا في الرسالة الأخيرة لرئيس الوزراء البريطاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأن بريطانيا تأخذ مسافة فيما يتصل بالمواقف الدولية، أي فيما يتصل بموضوع الشرق الأوسط. وكان واضحا اليوم الملك تشارلز عندما عبر عن أن بريطانيا ستقود ملف وورقة حل الدولتين والذهاب بهذا الملف إلى نهايته، وهو يقول بأن السلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يستقر ما لم يتم التوصل إلى حلول سياسية، وتعتقد بريطانيا أن الحل الأنجع هو حل الدولتين وهو ما تدعمه بقية الدول الأوروبية وربما قسم كبير أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية.
شكرا جزيلا لك دكتور عادل الحميدي على كل ما تفضلت به. الشكر موصول كذلك لضيفنا الدكتور محمد المدحجي. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. للمزيد من الأخبار والبرامج دائما على قناتنا ميديا تيفي. نرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.